فرض حظر التجوال ربما جاء بنتائجه الإيجابية على هذا المجمع السكني في أطراف الديوانية، الذي بادر ممثلو كل عمارة سكنية لا تبني مسؤولية التحدث والاتفاق مع البقية على إعادة ترميم وصيانة إنارة المجمع بشكل كامل، ليكون نجاحها ممهدا إلى مبادرات أخرى. جمع مبلغ بسيط من المال من كل شاغلي الشقق، ومن ثم تولي خارطة العمل من قبل مجموعة من المتبنين للفكرة ولديهم بعض الخبرة في التأسيس والتصليح لأي عطل كهربائي، لينقسموا بالتناوب إلى مجاميع تتولى التنفيذ حتى التأكد من نجاح كل منها وعودة الإنارة فيها. بداية المجمع هذا انهمل طبعا من فترة طويلة، وقاموا بعض أهالي المجمع ارتأوا أنه يكون هناك جمع مبالغ بين العمارات لإعادة الإنارة، إعادة الأمور اللي تحتاجها المجمع. فارتأوا بعض الأخوة هنا اللي موجودين أنه يكون كل بناية بها ممثل عنها مسؤول، فجمعت المبالغ من العمارات كل بناية تقريبا ما يقارب 20,000 دينار، كل بناية 24,000 دينار. جمعنا هذا المبلغ الحمد لله، قدرنا يعني نصلح القدر الإمكان للإنارة الموجودة داخل المجمع. حيث تحدث من شارك بالمهمة على أنها تولدت لديهم بعد إهماله من قبل الجهات المعنية، فأصبح لزاما عليهم صيانتها، ولم يخفوا بأن الحكومة لو تبنت مثل هذه المبادرات مع الروح الموجودة لدى المواطن لكانت هناك إنجازات متعددة وفي مجالات مختلفة. بس المجمع من انهمل، الخدمات هاي بدأت تتلاشى شوية شوية، والسكنة مالته يعني بدأوا يذمرون زين، وكان ينجمع بالمبالغ مقدار كل شقة تقريبا 5,000 دينار زين، والناس بقت تذمر ما تدفع فلوس لأنه قال ما تشوف بصراحة ما تشوف خدمات زين. فإحنا بهاي الفترة الحظر مال الكورونا زين، مبادرة من الأخ سامر زين، وعدة أشخاص بصراحة يعملون بالخفاء، ارتأنا انه نجمع مبلغ بسيط 2000 دينار ونشوف نقدر نقدم للاهالي لو ما نقدر نقدم. مجاميع العمل عندنا 3 مجاميع، كل مجموعه بيها كهرباء اختصاص والباقيين الولد يعني هم اللي المساعدين له، متقسمين على 3 جروبات، كل جروب لازم مربع خاص بالمجمع. بصراحه احنا ما التمسنا مساعده من الحكومه المحليه ولا من الوزاره، اللي هو حاليا المجمع تابع لوزاره الاعمار والاسكان، اداره الاسكان العامه، هم ماكو اي، ولا الجمعية اللي كانت أصلاً قائمة على المجمع تقوم بخدماتها، هم تركتنا صراحة. ذاتية تبقى؟ 100% ذاتية، يعني إحنا مجهود العمارات 8 يعني مشكورة العفو، 48 عمارة عندنا، كل عمارة لها مبلغ مخصص عينته لنا كل شهر بشهره. ولم يهدأ زميلي المصور حتى بادر إلى أعلى بناية ليطلع المشاهد على صورة المجمع قبل وبعد تصليح إنارته. إرشادات الوقاية من خطر كورونا والالتزام بالحظر كانت كفيلة بإظهار مواهب الرجال في مجمع الزيتون وتطوعهم بتبني فكرة تجعل من مجمعهم ينسى الظلام الذي عاشه لسنوات. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.